ان انا غريب. لقيت بقى نفسي داخل في سين وجيم وحا ودال، رحت مالس منهم في مينيت الا مينيت قبل ما يتحفل عليا. طب وقالوا مصدقوا انه اختفى؟ ايه استعوض ربنا فيه؟ لا قالوا قدموا كذا بلاغ بس الحكومه ما عرفتش تعمل حاجه. اصل انا مؤاخذه عظمته يعني، الحكومه هتدور على مين ولا مين؟ ما هو كل يوم في واحد بينزل من بيتهم وما بيرجعش. وحصل امتى الكلام ده؟ تقريبا من سنه ونص. برضه ما فاتتنيش دي برضه عظمته. لا وصلت لحاجه؟ الصراحه لا. طب اخلع انت وعلى تليفونات. حصل عظمته لتشوف. حبيب قلبي يا ناس، طبختلك بايديا. يلا قولي بقى عامل ايه؟ الوجع خف شويه يا حبيبي؟ الحمد لله. طب وانت عامل ايه؟ تعبان؟ اكيد زعلان من اللي حصل، بس الحمد لله. قدر ولطف، قدر ولطف. انا مش زعلان من اللي حصل، انا زعلان من اللي انت بتعمليه. انا عملت ايه زعلك بس يا زياد؟ هو انت لغايه امتى هتفضلي مكسوره قدام سيد؟ سكتي سكتي زي كل مره بتسكتي فيها. مره لما رحيم اتسجن وخد منه المركب، والمره التانيه لما طرد جده هشام من القصر، والمره التالته لما ضربني قدامك وانت قاعده ما تهزتيش. كان غصب عني يا زياد. هو معقول يكون ده حب؟ هو في حد بيحب الاهانه؟ الاهانه بتضيع اي حب. بص يا زياد، انت مش فاهم. انا فعلا مش فاهم. في الاول قلت يمكن خايفه، رحيم مسجون، جده كبر في السن، هشام كلنا عارفين عايش نفسه بس. لكن دلوقتي ايه؟ انت عارفه انت اختي مين؟ انت اخت رحيم السيوفي. عارفه يعني ايه رحيم السيوفي؟ زياد في حاجات كتيرة قوي انت مش عارفها. خلاص يبقى تعرفيني. انت عارفة يعني ايه ابن يشوف كل يوم امه بتتهان؟ بص يا زياد، في حاجات بين الراجل ومراته ما ينفعش تتقال، بكرة لما تكبر هتفهم. انا كبرت على فكرة، كبرت بدليل اني مش قادر اشوفك بتتهاني كل يوم من سيد. على فكرة سيد مهما عمل هو ابو بناتي، وبكرة لما تتجوز هتعرف كويس قوي يعني ايه الست لازم تضحي وتستحمل عشان عيالها. بس انت استحملتي اللي محدش قدر يستحمله. ليه محسني انك مقطوعة من شجرة؟ ها؟ عندك عيلة تقدر تحميكي انت وبناتك. مش هتفهمني، مش هتفهمني يا زياد. بس كل اللي انا عايزاك تعرفه وتتاكد منه ان انا بحبك قوي، بحبك وبخاف عليك فوق ما تتصور. والله انت لو فتحت قلبي هتلاقي نفسك قاعد جواه. والله والله بحبك قوي. خلاص انا اسف. وحشني يا رحيم بيه، وحشني الشغل معاك والله. ما انا علشان بقالي فتره ما شفتكش ما رضيتش اجيلك بعد الغيبه الطويله دي وايدي فاضيه. وامرني. ما يامرش عليك ظالم. البضاعة بتاعت كمال النوري اللي مركونة في المينا بقالها كام شهر. مالها؟ تلزمني. ما تغلاش عليك يا رحيم باشا، بس انت عارف مفيش قشة بتخرج من المينا إلا بورقة. وادي ورقة. ده ورق تخليص البضاعة. وعشان انت راجل موظف خبرة وقديم، عارف طبعاً الورق ده مضروب، بس مضروب بذمة، علشان كده هيعدي عليك ومش هتاخد بالك. وساعتها بقى الرجالة هتبتدي تحمل البضاعة على العربيات، وأول ما العربيات تخرج من المينا بنص ساعة بالظبط، وعلشان أنت موظف شريف هتصرخ وتقول يا جدعان يا جدعان
الورق ده مضروب، رجعوا العربيات. وعلشان انت كمان قلبك طيب مش هترضى تعمل محضر، هتعمل اثبات حالة وبس، وتعمل اتصالاتك وترجع السواقين بالعربيات وتدخل العربيات المخازن وننزل البضاعة تاني. الله ينور عليك، وتعدها علبة علبة وعلى الأقل من مهلك. بس البضاعة اللي خرجت مش هي نفسها البضاعة اللي رجعت. ايه ده؟ ده انت ما طلعتش موظف شريف وبس، ده انت طلعت موظف برم كمان. دودو ما تقومي ترقصي. مش مزاج. ما هو عشان كده لازم تقومي. يلا. ايه ده، علاج جديد بتجربي فيا ولا ايه؟ بالظبط. يلا قومي بقى. يلا. ايه هو مرقص لوحدي؟ يا ستي اطلعي انت بس وشوفي كل الناس هتيجي وراكي. يلا قومي. هو انت قلت لعماد ان انا هنا؟ عماد هو جه؟ ايه يا دانيا؟ عماد مش محتاج عزومه، ده صاحب مكان، احنا كل ليله سهرانين هنا اصلا. مساء الخير. مساء الفل. عم ايه يا دودو؟ ما ترديش على تليفوني ليه؟ كده عشان افضل مبسوطه. هو من امتى تليفوناتي بتضايقك؟ اوه من زمان. ده كلام جديد بقى؟ ما تتعود عليه بقى. جارية داليا، انت بتعرف الشرب ولا ايه؟ انا مش عارفه ازاي جاي تتكلم معايا كده عادي بعد ما بلغت عني. انا كنت هتسجن تاني بسببك. اوكي واديكي خرجتي بالسلام. بقولك ايه، ما تيجي ننسى. انت يا مريض يا مجنون. وانا ممكن اكون مجنون، لكن انا مش حرامي زي رحيم. باخد مجهود غيري، الخطه دي كلها والتخطيط ده كله انا اللي عامله، هو دخل في الاخر برشط وعمل فيها شجاع السيما. انا زهقت منك ومن رحيم وقرفت منكم انتوا الاثنين. هقوم ارقص بقى. احسن ما تجيش ورايا. لا ما انا هتفرج من هنا. متهيألي في حد جه زاركم وقعد معاكم شويه صح؟ حصل يا باشا، في واحد جه زارنا بس احنا مالناش علاقه باي حاجه. ما حضرتك يا باشا امن وطني والامن الوطني عارف كل حاجه. تمام. ما قالكمش اسمه ايه؟ ما قالش. هو يا فندم اقتحم علينا الشقه وعمل لنا رعب ودخل كده من غير لائحه ولا دستور. بلاش اسمه، شكله ايه؟ هو طويل وعريض وضخم كده وعنده ده تقريبا. عنده ده طب اللي عنده ده ده كان لوحده ولا كان مع حد؟ لوحده. طب طالما راجل اقتحم عليكم الشقه وكلام كبير قوي كده، ما عادش بلغ ليه؟ الراجل ما عملش اي حاجه يا باشا. هنروح الاسم نقول ايه؟ راجل دخل علينا الشقه سالنا سؤالين وخد بعضه ومشي. طب يا مدام، عايزك تقولي لي بقى هو سالك في ايه وانت جاوبتي عليه بايه. ماشي يا مدام. انا بسال المدام. كريم احنا هناخد داليا معانا نوصلها. ماشي. لا لا لا، خدي انت مراتك وروحي وانا هوصلها. لا لا احنا مش هنسيبها كده. مش هنسيبها. مش عارف. انا هوصلها. اتفضلوا انتوا. يلا الحاجة. انت بتعمل ايه؟ خلاص اتفضل. صباح الخير. انت من قال؟ انت بتعمل ايه؟ مدور على مفتاح عربيتك. ما هو مش معقول اسيبك تروحي وانت في الحاله دي. لا انا هعرف اروح بعدين. لما تيجي معايا يعني هترجع عربيتك ازاي؟ اخد تاكسي وارجع. ارجع ماشي، هتصرف يعني. المهم اطمن عليك داليا. داليا انا بحبك قوي، ولو طلت ابقى معاكي كل يوم وكل ثانيه هعمل كده. لو طلت اخش احلامك عشان ما تشوفيش حد غيري. داليا انت مش عارفه لما بعدت عني كان جرالي ايه. انا كنت عامل زي اللي مجنون. قال لي انا بحبك حب، ومتاكد ان انت عارفه ان انا بحبك وبتحبيني زي ما بحبك بالظبط، بس ما بتقوليش عشان يفضل حبي ليك يزيد ما يقلش. بس ده غلط يا دانيال، غلط. انا حبي ليكي بيزيد كل يوم عن التاني، ونفسي نبقى لبعضنا طول الوقت
ما تشوفيش حد غيري وما اشوفش حد غيرك. ايوه بس اسمه حب امتلاك. اوكي الاثنين فيهم كلمه حب. داليا حبي ليك قدر، مش هنقدر نفلت منه لا انا ولا انت. بس ساعات القدر ده بيودينا لنهايه غير سعيده. مش مهم، مش مهم النهايه تكون عامله ازاي، المهم نكون مع بعضنا. حماد انا خايفه. حب عماد ما بيخوفش، حب عماد بيطمن وبيحمي. هذا المفتاح. يلا بينا. انا مهلك. تفضلي. مش ممكن سمير ده، تحس انه مجنون. الله يرحمه. بنروح على الطريق غريبه جدا، انا مستغربه الصراحه. ريم ما قالتلكيش ايه اللي حصل بين زياد والواد اللي ضربه؟ لا ابدا، عادي يعني زي ما قالت، بتقول ان الواد متغاظ من زياد وحلف لا يعلم عليه. لوحده كده؟ وريم وضعها ايه بينهم؟ ولا حاجة، البت ريم كانت واقفة مع زياد. أنا مش مصدق الموضوع ده. حنان أنا عايزك تحط عينك على ريم لغاية ما أرجع من السفر. سفر؟ والنبي أنا قلبي ما مطمن للسفرية دي أبدا. حنان الله يرضى عليكي، أنا مش ناقص نكد. هو أنا بنكد؟ أنا بس دماغي بتون تفكرك بالكلام اللي دايما بقولهولك، طول ما أنت عامل نفسك سلمة الرحيم هو يطلع وإحنا ننزل. شيلي رحيم أنت بس من دماغك والصداع اللي فيها هيروح. طول ما أنت ماشي ورا رحيم الصداع هيفضل زي ما هو. حنان أنت عايزة إيه على المسا؟ هكون عايزة إيه يعني؟ عايزة نشوف حالنا ونشوف شغلنا. وأنا رايح أصيف.